السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. معكم اسماعيل من قناة عبد الحق اند كارز. اليوم ان شاء الله جبنا لكم توارق 2020 مغربية خرجت دبل في بلاد، ضربت 30,000 كيلومتر، الثمن ديالها 47 وفيها شوية مفاهمة. اللي بغاها مرحبا به يتواصل معنا في النمرة، غتلقاو الفيديو كما دائما. نشوفو دابا الانتيريور ديالها ومن بعد نوريكم ان شاء الله من برا. اول حاجة عندنا هنايا كما كتشوفو الزيجان كاملين الكتريك، مرايات كيتطوها بالضو، كراسة حتى هما الكتريك، كراسي القدام بجوج. كما كتشوفوا معنا تبارك الله ديريكسيون عامر، بوت فيتاس اوتوماتيك بطبيعه الحال، فرانه من بالضوء، اوتو هولد، ستار ستوب. عندنا الموضه ديال القياده هنايا كما كتشوفوا، موضة ديال القيادة كتسليكسوني كما بغيتي. وبطبيعة الحال كاين هنا الكليما ديجيتال، كاين هنا البارك اسيست، دو تاهما بالبصمة هاد البطونات هادو. وهنا في بانطاي كما دائما كيعطيك المعلومات ديال السيارة كاملين اللي عندها علاقة بالروايات بالضوء، كلشي كلشي كيطلع هنايا كما كتشوفو. كاين هاد الضوء هنايا، ها هو جميل جدا، كاين في البيبان وكاين حتى هنايا، كاين هنايا ها هو، وكاين هنا ميموري ديال البيبان بطبيعة الحال. وهنايا تا هو كاين الضوء، طابلو تقريبا نص فيه ديجيتال كما كتشوفو. وهذا مكان ها هو ليكليغاج ستاسيونمون كدا، ليكليغاج دومبيونس يمكنلك تحكم فيه كما بغيتي. ها هو هنايا نرجعو بحالنا من هنا، وامتى كدريكل هادشي كما بغيتي، كليما ديجيتال بطبيعة الحال اوتوماتيك. وهذا مكان بالنسبة ل داخل ديال السيارة، كراسات الجلد بطبيعة الحال ناقصة، بالنسبة للسيارة ناقصة السطح، ما كاينش السطح. وبالنسبة للور كما كتشوفوا تبارك الله راه كاين اتساع، مساحة كبيرة تبارك الله مقارنة مع التيكوان، هادي كبيرة المساحة ديالها. بطبيعة الحال كاين هنايا الكليمة، كاين هنايا الكليمة، الناس كيجلسوا اللور بطبيعة الحال. ها هي كما كتشوفوا اتساع تبارك الله بين الكراسة، هادشي اللي كاين. اللي بغاها مرحبا به يتواصل معنا كما دائما. المعلومات ديالها ان شاء الله كاملين في الفيديو، مرحبا بكم تواصلوا معنا. اللي بغاها يمكن له يتواصل معنا في النمره، مرحبا بكم كاملين. دابا ان شاء الله نخرجوا نشوفوا المحرك ديال السياره والله ما يسير. ودابا نضربوا دويره ان شاء الله حول السياره من برا، نشوفوا الكوفر ونشوفوا المحرك تبارك الله اللي هو في 6 بطبيعه الحال. كما كتشوفوا السياره عملاقه تبارك الله، كبيرة باينة في الشكل ديالها، كبيرة حتى في العرض كبيرة. كاينة في اللور الكاميرا دو غوكيل جوانط، سيارة نقية تبارك الله. كما قلت لكم اللي بغاها مرحبا به، النمرة غتلقاوها في الفيديو. كما كتشوفوا معنا السيارة من القدام كاين الليد وكاين الكزينو، لي سنسور ديال البارك لتحت كما دائما. الكوفر كيطلع مانويل، واهم حاجة في هاد السيارة تبارك الله بما انها كبيرة بطبيعة الحال غيكون فيها مساحة كبيرة، وكتهز في الكوفر ديالك كيهز 810 لتر، يعني كما هو. وإلا طويت في الكراسة كتزاد المساحة بطبيعة الحال، كنظن كتوصل حتى 1800 لتر. وهذا ما كان بالنسبة للفيديو ديال اليوم بالنسبة للكوفر. نمشيو إن شاء الله دابا نشوفو المحرك. كما قلنا أن المحرك ديزل في 6 ستات سيلندرز تبارك الله، ضريبة 6000 درهم. هذا مكان اللي بغاها ان شاء الله يمكن له يتواصل معنا، مرحبا بكم كاملين. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.